كان كنت نخرج ديما بالبافيت. الحمد لله كي ربي استرنا ويا ربي ملك الحمد. كانك كبار في السن كيف هنا معناها انا محافظين على ارواحهم خير. ماذا بين الناس كل تلبس ولا كتير فيها حتى خطيه خاطر نحافظ على ارواحنا ونحافظ على غيرنا على كل شيء. والله عندك ما ولدي امام سخنتني برشا من حيدها. بنسبه 99% ما عادش تشوف المظاهر تاع الاساليب الوقايه. اما ناس هكي ملتزمه بالتباعد الجسدي وبالكمامه وكذا ثم ناس لا. ما كان فيه برشا معناتها تدافع وبرشا نستنى حتى معناتها يخف زحمه شويه. متخوف شويه بون نبعد على الاكتظاظ فهمتني ما نحبش نقرب ياسر. ما نسلمش باليد وما نبوسش وما نعمل حتى شيء واذا واحد مش يمس لي قطعه ولا حاجه ما خليش يمس. حتى البوتيكات كانوا في الاول انا جيت في الاول اللي يقيس لك السخانه ويعمل لك تو لا حتى ما فما حتى شيء لا يقول لك لا عندك بافيت لا ما عندكش لا يعطيك جيل لا حتى شيء. ما شاء الله خيرات العباد خيرات وربي ان شاء الله يقدر الخير. احنا ماذا بينا ترجع الحركه ما معناها شويه حذر. مش كيما العاده بنسبة 50% تحس فيها معادية. تعتبر الناس كانت في كب لا بس قدرة ربي اللي يعطينا ربي ولدي راضيين به.